صحيح طلع إن إحنا بنختاتهم، حتى لو صحيح طلع الحكي اللي بنحكيه إحنا بنخدع. بما إن الدنيا عيد، فرصة نعيد على الجارات. مين؟ أنا جارتك. جارتي مين؟ ليليان. يا أهلا وسهلا بجارتي. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. خلينا الأحسن إن نسلم مو بالإيدين، هي بنحاول إن نسلم إن نتسلم. كل عام بخير. أنت بخير. تفضل تفضل. يلا أهلا أهلا. تفضل تفضل. أهلا أهلا أهلا. كيف رمضان معك؟ رمضان هذا ما عزمنا حدا ولا شفنا قرايبنا عشان في هذا الجدول. بيني وبينك أحسن من دون عزايب، عرفنا إن نصلي ونتعبد. والله معك حق، بس برضه يعني العزايم حلوة. تتذكري عزومة السنة الماضية لما عزمتيني كيف كانت؟ ياي، ما هو اتصلوا قرايبنا كلهم وحكولي عن الفيديو. والله وأهلا وسهلا بجارتي. والله وأهلا وسهلا فيك. سمعتي شو صار بتالت يوم برمضان؟ لا احكي لي. الجارة هي وزوجها تقاتلوا وصوتها وصل لآخر الشارع. عن جد؟ عن جد. والله وش كل هاي. بدي احكي لك شو صار مع بنت حماي. تعرفي شو صار مع صاحبنا ريما؟ بنتها صار معاها مرض خطير. ايش هو المرض؟ ما بدي احكي. الله يعافينا. ذكرتيني بقصة الحاج نوال. اوه ذكرتيني بالقطار. بدي اروح اجيبه. يلا روح. هاي جبت القطاير. خلينا نتحلق وبكفي حكى علينا. رمضان شهر الغفران، الله يغفر لنا ان شاء الله. بس احنا ما حكينا اشي خطأ، كل اللي حكيناه صحيح. حتى لو صحيح طلع الحكي اللي بنحكيه كنا نغتابهم. الحكي اخذنا وما ضيفناكي. خليني بسرعة اروح اجيب لضيافة واجي. هذول المعمودات عملتهم بايدي. تفضلي. طيب يعني في كورونا وعملتيهم في ايدك فاستفدنا؟ يعني ما استفدنا اشي لانك بس انك بعدتي عني. هذا اللي استفدنا. يا اخي خلص كلي كلي وبعدي. ماشي. ما هم دخلوا على الفرن وانطبخوا وما في الكورونا ولا غيره. بس الصحيح انهم جاكيات ومعدلات. الله يسلم ايدك، شكله طلعت مهاراتك بالحجر. ليش؟ طب احنا شو عنا في الحجر غير نطبخ؟ الحمد لله انه اجى العيد وشفناكي. الله يعافينا ويعافي الناس. هالمرة ما بدنا نحكي عن الناس ونختابهم. الله يسعدك، شرفتيني. بما انك خايفة على حالك وما بدك تنزل تروح تشوف الجارات، خلص انا نازلة اشوف الجارات واسلم عليهم وما بدي اتأخر عليكي. باي باي. مع السلامة. مع السلامة. حتى لو صحيح طلع إن إحنا بنختاتهم، حتى لو صحيح طلع الحكي اللي بنحكيه إحنا بنخدع، حتى لو صحيح طلع الحكي اللي بنحكيه إحنا بنختاتهم، حتى لو صحيح طلع الحكي اللي بنحكيه كنا نختادهم. بعرف أحكي هاي الكلمة. حتى لو صحيح طلع الحكي اللي بنحكيه كنا نختابهم. يس. والله سلامات يا ليليان. مامي حتى تليني أشربك الدواء. ما بدي أفطر. ما بدي. ما هو لازم تفطري. ما بدي، أنا صايمة كيف أفطر؟ لازم تفطري. ما أنا صايمة كيف بدي أفطر؟ عادي. لا مو عادي. حتى لو كان مريض برمضان لازم يفطر. أنا ما بدي أفطر، حاضرني صايمة. لا
بس انت تعبان كتير يا لولو، بتحمل منهم للأذى العادي. والله سلامتك يا أختي، ما بصير هيك. ليليانا سلام عليكم. عليكم السلام. ايش بابا سلامتك حبيبتي، سلامتك، شو مالك يا حبيبي؟ سلامات سلامات بابا عليك، حرارة كتيرة انت. سلامتك، اخذتي الدواء؟ لا ما بدي افطر. كيف ما بدك تفطري بابا؟ ما بصير بابا، صحتك هلا اهم من الصوم. الواحد بابا يحافظ على صحته اهم من صيامه اذا كان تعبان كثير. بدي اشوف انت قديش حرارتك. سلامتك حبيبتي، سلامتك، لازم تفطري بابا. ما بدي افطر، انا صايمه. بابا ما بصير، ربنا حكى لنا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، اللي بكون مريض او بكون مسافر بيقدر يفطر وبيعوض ايام ثانيه. فعادي يا بابا لو افطرتي، وربنا كمان بيقول ليس على المريض حرج، ما في عليك اشي، فعادي يا بابا. بعدين حتى الدكاترة يا بابا بيقولوا لازم يفطروا الأطفال إذا كانوا تعبانين، حتى مش بس الأطفال بابا، فلازم تفطر يا بابا. ما بدي بابا، هلأ أحاول لك، هتحكي لك مع الدكتور وأخليك تتأكد إنه لازم تفطر يا بابا. اسمعي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال دكتور؟ أهلاً. كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. أهلاً الله يبارك. تمام دكتور، جوان وليليان عم بيسمعوك. ليليان مريضة اليوم ومع إنها صايمة مش راضية تفطر، بتقول إنه أنا ما بدي أفطر، بدي أضل صايمة، بصير يا دكتور؟ السلامة السلامة، لا ما بصير. طيب شو؟ ما بصير، خلنا نخاف على صحتها، ما بصير أضلها صايمة. أها، يعني صحتها أهم من الصوم؟ صحتها طبعاً، ربنا بيكرم الإنسان وبيكرم حياته أهم، وربنا قال في كتابه أنه الإنسان المريض في رمضان لازم يفطر، حتى الكبير والكبير بيرضي والغير لا، لازم يفطر ونصوم ثاني يوم إن شاء الله بس يصير أحسن وتصير صحته أحسن، يأكل ألويته ويأكل أكل الصحي إن شاء الله. سمعتي يا بابا؟ سمعتي يا بابا؟ الله يكرمك يا دكتور، شكرا شكرا جزيلا، شكرا، غلبناك. السلام عليكم، بحكي لك عن الدكتور، افطر اليوم ان شاء الله ربنا راح يتقبل منك. سمعتي يا بابا؟ خلاص شكرا يا دكتور، اشكرك اشكرك، واذا لا سمح الله ظلت صحتها تعبانه حنجيب لك اياها عندك للعياده تطمن عليها. يا اهلا وسهلا، ان شاء الله انا ان شاء الله. شكرا يا دكتور، شكرا، أهلاً. الله يحفظك، تسلم تسلم، سلامتك. سمعتي شو حكى لك الدكتور اسماعيل؟ قال لك انه لازم تفطري حتى لو كنت تعبان. الله يرضى عليك يا بابا، لانه ربنا بابا ما بده ايانا نتعب، ربنا صح بحب ان نشوف صايمين، بس اذا كنا تعبانين خلص كون صحتنا ان شاء الله اهم، وربنا غفور رحيم يا بابا، بيغفر لنا ويرحمنا. يلا الله يرضى عليك، يلا قومي قومي حبيبتي، بسم الله، اعطيها الدواء يا جوجو، بسم الله، يلا ريحي هلا ان شاء الله، بعد الدواء بتخفي وتكون امورك تمام التمام، بسم الله. أحسنتي يا بابا، أحسنتي، رائعة، ما تخافي بابا، ما تزعلي، أنت أفطرتي لأنه ربنا بحب هيك الإنسان يكون. سلامتك، إن شاء الله بكرة بتصومي وتكوني 100%، الله يرضى عليكي. بعد ما صلينا صلاة القيام صار لازم نلعب شوي، مو نطول بالسهر. عشان إيش يا ليليان؟ عشان ورانا صلاة فجر. أوكي يلا تعالي. وزي بتقول 7 بـ7، يعني 1 1، 2 2، 3 3. والله السهرة هاي بدها تحلاي. أها. لا شو اللي بيان تحلاي؟ بدنا ننام. يلا. لا لا لا، بجيب بسرعة وبرجع. شكلك يا لولو رح تسهرينا، جبت بسكوت خفيف لطيف محشي بشوكولا. Amazing. شو علمت شوكولاتة جبتي؟
بس يا ليليان لازم إنه. ليش؟ لأنه رح نصحى ونتسحر نصلي صلاة الفجر. تصبح على خير. أنا بدي أسحر لي شوي. أنا حكمل سهرتي وأضل للفجر صاحي أستنى. ضايل للسحور نص ساعة، خليني أنام لي شوية وهيك بتنشط وباكل معاهم السحور. ليليان مش قادرة نروح. ليليان نعم عصامة، روح انت تسحري. وأنا هلأ كيف بدي أصوم؟ رح أضل تعبانة.